انت كشاب شنو اللي يدفعك للتحرش ببنت؟ مثلا يعني هي مرتبه حلوه وجميله و... هي يعني تسوي لك وايز مثلا بيها مجاتك شويه ما تطعني يعني. زين راح اسالك سؤال، البنيه لما تعجبك اوكي انه انت تريد تتحرش بها، ما تحس بحساب اذا امها وياها، ابوها وياها، اخوها وياها، او الموقف اللي راح تتعرض له قدام الموجودين شيء عادي يعني ان شاء الله عادي. شنو شغله عادي؟ مثلا عادي انا تصير قاعده بيناتنا مثلا مع امي خوالي تقعد السالفه لو فصل لو تروح تطيح جلو فراش. يعني عادي عندك؟ ان شاء الله عاديه مثلا عادي. كم مره صاير بك الموضوع؟ خلينا نحكي الصراحه. ثلاثه والله. ثلاث مرات. ثلاثه والرابع هاليوم راح تصير ان شاء الله. بسبب التحرش؟ ايش تسوي لها؟ شنو اللي صار؟ تحرشت البنات يعني بالشارع لو وين؟ لا واحده بالمطعم قاعدين من طلعنا شافني ابوها. تعال انت من يا عمو ما اعرف شنو وين بيتكم؟ دليته جم قال حولوا العم علينا قلنا ماشي دله. قلت العمه مع عمامي لا مو نحكوا علي صيحوا علي بين خالي. ايه بس ما تبطل هالسالفه. ورجعت عدتها مره ثانيه وسالفه؟ ثلاث مرات عدتها. ايه زين. ايه وهذا الموضوع يعني عشاير تتدخل به وقعدات تصير شنو اذا؟ ماكو حياه مو ما فيها. يسبب لك مشاكل هذا الموضوع. يبكو مشاكل مو ماكو بس ما خال المشاكل تنحل. زين شلون تحلوها؟ تنحل يعني لو مو فاصل بسوالف عمام شيوخ هاي تلمها تنحل.